المخاطر اللي كيتعرضوا ليها هاد الفئه هادي من الناس اللي كيشتغلوا في هاد القطاع. انه واحد القطاع اللي عرف مؤخرا واحد تطور كبير خصوصا في الدول اللي فيها السياحه كالبلد ديالنا ولا بعض البلدان اللي فيها السياحه، وبالتالي كيكون هناك واحد الطلب كبير خصوصا في فترات ديال الصيف. نعم. حتى التطور ديال النمط ديال العيش ديال العائلات اثر على الطلب من هذه الفئه. يعني كاين هناك ظروف ديال العمل اللي كتجعل الناس يعني يتناولوا الاكل ديالهم خارج البيوت، وبالتالي كيكون هناك واحد يعني واحد الطلب واحد الضغط مرتفع على هذه الفئه هذه. الطلب المرتفع وهذا الضغط على هذه الفئه هذه فاكيد انه كيؤدي الى ارتفاع من نسبه حدوث الحوادث الشغل، وكذلك حتى بعد ظهور بعض الامراض اللي يمكن تصنف الفئه ديال الامراض المهنيه. فهذا الامر هذا كيكون يعني بمعدلات اكبر خصوصا في بعض الفئه اللي ممكن تكون اكثر عرضه، بحال دابا النوادل او الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع اللي كيكونوا موسميين، يخدموا غير في الفترات مثلا ديال الصيف او فترات ديال يكون الطلب مرتفع. بالتالي هاد الناس هادو كيمكن انهم ما يتلقاوش التكوين الكافي، يقدر ما يكونش عندهم واحد التحضير في المستوى، ممكن يكون عندهم عاوتاني واحد عدد ديال الامور اللي غتخليهم يعني التجربه ديالهم قليله، وبالتالي كتعرضهم لمشاكل ومخاطر مهنيه.